أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مراكش هو في قضية الانتخابات، ما عمرني صوتت على شي واحد في الانتخابات. الانتخابات كيبانوا لي الأحزاب بحال فهمتي، بحال هاد الحكومة اللي مشات، بحال اللي غتجي، بحال اللي غتجي عاوتاني موراها، ما عمرنا شفنا شي تغيير فهمتي. يعني بحال لا صوتتي على العدالة، بحال لا صوتتي على الجرار، بحال لا فهمتي، بحال فهمتي. أنا كيبان لي داكشي بحال على من صوتي، داكشي اللي ترى نفس المشاريع نفس كلشي فهمتي، هو داكشي اللي كاين. أنا ما كنصوتش على هاد، ما كنشاركش أصلا في الانتخابات حيت ما دايرش الثقة في المترشحين، وما واخا حتى ننتخب على شي مترشح ولا شي حاجة ما كاينش شي تغيير ولا شي تبديل، من الاحسن ما نشاركش في الانتخاب. شنو السبب اللي خلاك ما تسجلش في اللوائح الانتخابيه وما تصوتش؟ لا، اللوائح الانتخابيه ربما كاين التسجيل ديالي ولكن ما تنصوتش، ما تمشيش للمكاتب تنصوت. علاش؟ لان عندي موقف من انتخابات، ما كتسقديش لك الاغراض ديالك اولا، الحوايج اللي هي الحاجه ديال العيش الكريم اللي خصك تعيشه بحال الناس، ما عايشينش بحال الناس. يعني تتعيش في دار مثلا ما فيها لا ما لا ضوء، تتمشي تتقول لهم عطيني غير باش ندير الماء والضوء، ما كاينش. يعني المخططات ديال المترشحين ما مناسبش. لا، كاين بعض الناس اللي تيخدموا، كاين بعض الناس اللي تيخدموا، ولكن تيخدموا واحد المصالح وواحد الفئه اللي هي معينه، ماشي بالنسبه للعموم. ما تنظنش. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وديروا جيم لاباج فيسبوك.